من قدمنا على وزارة النفط بشهر 11، المفروض كان يكون التعيين حسب قرار 373 وهو استثناء من الضوابط، لكن اللي صار انه هي عبارة عن كتب بيان رأي للشركات والمصافي. بهاي الحالة تحولت تعييننا من الوزارة الى الشركات اللي اغلبيتها 90% منهم جاوبوا رفض، اما بشكل خطي او بشكل شفهي، فقررنا الاعتصام وصار لنا هنا ما يقارب الشهرين تماما. احنا عددنا ما يقارب 200 حامل شهادة عليا، نطالب اسوة بتعييننا بأسوة بتعيين حملة الشهادات العليا حسب قرار 373 المفروض اللي ينصفنا، حالنا حالة عينه وقبلنا. راجعنا الشركات النفطية والمعاهد النفط، كل الشركات قدمت كتب اعتذار، وبعض الشركات أصلا ما التقت بينا ولا استقبلتنا من رحنا لهم. سبب الرفض أنه عدم توفر فرص وتخصيص مالي بهاي للدرجات، على الرغم من أنه على الموازنة مال 2020 وعلى حركة الملاك درجات الحذف والاستحلال توفرت درجات وظيفية للمتقاعدين مال 4 سنوات موالي 57 58 59 و60. أنا من محافظة كربلاء، داجي وأوصل هالمكان رغم صعوبة الظروف اللي دنعيشها ورغم الوضع الأمني الصعب اللي دنعيش به حاليا ورغم قساوة الجو اللي ساعة برد ساعة حار، الشمس أحرقت جلودنا، ولكن مستمرين في هذا المكان نعتصم إلى أن نحقق مطالبنا، ومطلبنا بسيط. مش قصدي من الدولة والحكومة ومن كل المسؤولين، يعني أقصد على الدوائر الحكومية وعلى الوزارات لأصحاب الدراسات العليا والشهادات العليا، في حين أنه هم الأساس بتطوير البلد وتحريك العجلة للتطور للبلد، وهم أهم شيء. يعني أنا أقدر أجزم أنه وزارة النفط، الآبار الموجودة بالبصرة وبالمحافظات الجنوبية، وحتى أن عندنا هواية عمالة أجنبية. أقصد شو عمالة أجنبية؟ يعني أنا عاملة أجنبية صحيح ضمن اتفاقيات، لكن المواطن العراقي أحق منها، خاصة هذا صاحب الشهادة العليا. هذا عقل، شلون يتطور بلد من دون عقل، من دون ما هذا يعني يفيد بلده؟ شلون يفيد؟ شو وقت تجي له الفرصة حتى يخدم بلده؟ يومي